الناس اللي كتقول لك احمد راه ما عنده لا مرا لا والو راه غير كذوب. ها هي وتجرتي انت شوفوا كي دايرين بخير لاباس عليكم. بديت لكم وانا طالعه من الشرق بزاف غادي يحيحوا عليا. غنقول لكم علاش شو كي درت للشرح بزاف غادي يحيحوا عليا ياك يحيحوا عليا على الشبكه اللي ما شريتش ديال الحوايج راه ما بقات في الشبكه ديال الحوايج عند الشي هو ربعه اورو بقات فينا هو العقل فينا هو العقل اختي فينا هو العقل بعدا كاينه باش نمشي نجيب الشبكه. ايوا شوفوا لي هاد الطابيات شي 3 ايام ولا 4 ايام هما مصبنين. اليوم نطلع نجيبكم غدا نطلع نجيبكم بعدو نطلع نجيبكم وانا راه ما عمري ما غنجيبهم واقيلا الشبكه باش نشري الشبكه نمشي الورديه غير ب 4 اورو رخاصي العقل والو 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 ما كنزاليش ما كن ما كتنفش. كتقول يا اختي الكبيره بزاف عليك راه شي نهار طيحي طيحه وحده بزاف عليك راه بوحدي راه كلشي كنديرو انا كلشي كنديرو انا. بغيت نقول حسبي الله ونعم الوكيل للواحد اللي كياخذ شي حاجه ماشي ديالو. هذه الصفحه الرئيسيه ديالي ديال فيسبوك الاحبان ديالي مواتي العزاز. اي واحد كيشوف هاد الخنشوش كما كنقول لك ديما هاد الفيديوهات تحفيزيا اي واحد يعاون اي واحد حداه. الا حداك شي صبليوني ولا شي قاوري ما كيبغيكش حاولي انك تتعاملي معاه مزيان باش يبغيك. لا حداك شي قاوريه ما كتحملكش حاولي انك تتعاملي معاها مزيان وغتبغيك. هما راه عندهم قلب طيب وصافي وعلى نيتهم يعني ما فيهم لا غش لا كذوب. الا بغاتك بغاتك ما بغاتكش راه ما بغاتكش. هاد اليامات راه كنصبن غير جدي احمد. يلاه اليوم صبنت لراسي يا اختي انا بقى تابعنا بقيت تابعنا العذاب. شوفوا شو كيولي صافا باش نشر. المهم داكشي مدربز انا نشر كاع ما تخافي عليا انا ما كنلعب على زعما حط مشي دابا نوجد باش نمشي عندك ناخذ لي جافي وداكشي ديال جافي لو داكشي تاع الصياغه. ولي هذا ديت الكروسه وليت ما كنفارقش انا وياها. بالنسبه للاحباء قالوا لي على الكروسه قالوا لي خدي ثلاثه درويض غتطلع لك في الدروج ان شاء الله غناخذها اقرب وقت انا هادي غنصيفطها للوالدة ديالي ديجا أصلا عندها وحدة راه ترسات لها صحبت وغادي ناخد وحدة تلاتة دربيض باش نبقى تبقى طلع ليا في الدروج. هاي معتنا بطوح أنا نتوما وهنا معكم. والاحباء ديالي بزاف د الاخوات ومواتي العزاز كانوا ديك المره كيقولوا لي نقي الدار ديال احمد جديده اللي كرا. كان وعدكم وعد مني انني غنبرد لكم الغدايد في ديك الدار حيت ديجا تا انا فيا شي غدايد خصني نحطهم فيها. ايوا غير حاجه وحده اللي خايفه منها اولا غيجيني الجوع بزاف. ما تخافوش عليا ديت معايا الطاجين ديال الحوت بالخضره يعني ان فوا نسالي الشقه في الدار ديال جدي احمد ونسالي راه الدار جداتي غا حدايا نيت نضربها بجريه نقطع الشانطي ونمشي ناكل يا اختي نعرقها ونمشي بحالتي لدارنا. غادي نبرد لكم الغدا تكونوا هانيين غنردها يا سلام سلم. ها اللقطه اللي ما كنحملش لي فيها الخلاص. شوفوا قلت لك ما بغاتكمش تشوفوا المواعين مجموعين عليها. شافوهم شافوهم ماما يا ساقي نديرو سي ساكن يسرو با لا بوتي ديال اليو ديال اغوا تلخر يقرا الماء ديالي كنجيب الماء باش كنمشي عندهم. كنلقى عندهم بيدود 5 لتر وما كنلقاش عندهم قريعه صغار. ايسا الروبا بارو الترباخر دامي الروبا ايسا باش نمشيو نديرو الميناج ليمبييسا كويدا وي دي كريستال ها ايسا دي مانيا بارو مانيا اليوغور باراتي دانو ليها وش شكلات ليك ايسا لو كومبو بولي شوكولاتي نيغرو ايسا ديال نيغرو ها دامي الفوتو No, existe, existe. Otro día dame el foto para comprar. Existe, existe. El chocolate negro. Ya te que vas. Los chocolates de ti que te sirven el chocolate y ya te acabo. ¿Eda? ¿Fes cornax? Sí, sí. ¿Fes cornax? Dame un inglés de chocolate que te llevo el chocolate azul. Ay, ya se ríe, se ríe. Se ríe. Se ríe. Se ríe. Se ríe. Se ríe. باش بلاتي ما نعذبهاش ناكلو مجموعين فهمتي ولو تقريبا نتعشاو حيت هما دابا راه كلاو مع الوحده راه سالاو الماكله ديالهم. دابا غنمشيو نقيو الدار ديال احمد راني جبت الماتيريال الحوايج داكشي نمشي نضرب عليه بواحد الشيفا باش نفرش ليه مسكين دارو باش يرتاح. كاين كاميرا لو ماما وما ما تاكلوش بزاف بحالنا ميرانو
¡Uy, qué cara tiene! ¡Está buena! Toca, sí, está muy rica, ¿eh? Hay un poco de picante. ¿Sí? ¿La salsita? Pues sí. Vale, aproveche, mamá. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es el pescado? Se llama como salmón. Ah, sí. Esta no es el dorada, no. Esta es de salmón, pero pequeño. Yo de horno hago un poco. خديت واحد الحوت دير بحالك الحوت السلمون هو السلمون غير هو صغير خديت هذاك دازت البارح خديتها مشيت درت هاد الشرميله قلت اليوم نطيبها ونجيبها لهم صافي العشاء مضمون بارافينار ياتيني مالي دابا نمشي نرتاح شويه باش نخرجوا نخدموا نقيو الدار صروبه باش نجففها ماما الدار خلي خاينه بالي ماما انا ما هو خاينه يقول لي ما هو كي استاب لا كوفينا بالي Y le ha dicho que le comprara un pantalón porque para ir más cómoda por la residencia. Vale. هي دابا راه كاينه في الريزيدنسيا في دار العجزه وغادي يديروا لها العمليه في هذه الايامات بغات شي سروال قال كيكون برد باش تمشى به الناس اللي كتقول لك احمد راه ما عنده لا مرا لا والو راه غالكذوب ها هي جداتي ها هي خيتي ما ديتش الخايمين وتيني مخير وريت De mujer tiene, porque la ha cuidado un montón, ha hecho con ella, la ha acompañado a médicos, la ha acompañado a donde tenía, a la farmacia, a donde ha tenido que ir, Mercado, ha ido siempre. Con ella. Que Jaime tiene mujer, toma. Y la mujer la quiere un montón, porque se lo digo a él. Sí, no. Tiene razón, que es más que ella, Marta, es que aún es que la vi. المهم ندوز عندو الدار القديمة عاد نمشي عندو الدار الجديدة كما سلمت عليك اسمح لي وانطر نفصل بغيت نفهم علاش هاد مول الدار زربان يخرج وانتم راه حيد ليه التلفازة شوفوا الفيترينا اللي كانت هنا صافي مشات الدار خوات قال لك ما عرفتش علاش بغى يخرجني بهذه الطريقه بالزربه قال لك ما عرفتش علاش ها نتوما غتبان لكم صافي سالاو ها نتوما لا ثلاجه لا والو ها نتوما يبان لكم صافي سالاو ما بقى حتى حاجه هنايا خويا هذا الصباب دابا قال لك راه غادي يلوحهم احمد انا شريت ليه صراحه جفاف جديد دابا انا مندوره في عقلي ما فهمت والو قال اليوم ما تباتش هنا المهم صافي راه خوالي الدنيا بقى غير هذا الشيء المهم قال له خاص اليوم يكمل هذا الشيء وباقي له هنايا ها هو الماريو صافي راه حيدوه صافي مشى الماريو ما بقاش الماريو اللي كان هنا في هذا البيت اللي كنا كنخوي داك النهار فاش كنتو معانا نشعل لكم الضو دوش صافي راه خويا البيت ديال مرات احمد ها هو راه خويا البيت ديالها صافي خويا ما بقات فيه حتى شي حاجه ما عرفتش علاش ضربان عليه بهذه الطريقه ما فهمتش واحمد باش نقول لكم واحد الحاجه احمد قال كان والله الا شريت شي دار قال لك انا صافي راجل كبير غدا ولا بعدو نموت انا قالك نعيش بالفلوس ديالي نكري في اي بلاصه عجبتني نكري اي دار عجبتني ندوز فيها اللي عطا الله وهادشي اللي كاين هما راه ماشي بحالنا حنا تنتقاتلو باش نديرو الدار وتنتغددو هما راه عايشين عادي داكشي اللي شدوه تياكلوه واخا يكون كيشد 10 المليون وهاد الماريو راه غادي نفصلوه صراحه مول الدار ما بغاش هاد الماريو قال احمد خودو احمد قال له ما عندي ما ندير به وغادي ناخذو ان شاء الله انا وغادي نشوف واش غادي يفصلوه معايا غنحاول ندبر شي واحد يديه ليا الدار ان شاء الله الا ما قديتش نديه غنخليه عند احمد حتى من بعد وغناخذو هاد الماريو كيحمقني من السنين وانا عايشه في هاد البيت هذا وهاد الماريو داكس كندير فيه حويجاتي ان شاء الله غادي نفصلوه اليوم انا واحمد الاحبه مول الدار قال لي خدي الماريو وملي فكيناه لقيته ثقيل وشكون اللي غيطلعوا ليا حتى للطبقه خمسه جا مول الدار قال لي راه عطيتولك خديه بصحتك ولاني راكي غا كتخربقي صافي وخليته ما خديتوش ها هو راه جاب الماء عند الكوزينه كلشي اصلا انا شريت ليه الماتيريال ديال النظافه شو مسكين غتيجيب ويلح شوف مع شنو اللي مهرس وشنو اللي ما مهرش المهم بنضيف انا بنضيف نخلي كلشي نضيف واحد جوج ثلاثه Thank you.
لا ضغط باش نخوي هذا الشيء. بعدا اصلا خاصني بعدا ندي هذاك الشيء ديال اللي خصني ندي ليه باش نلقى راسي كيفاش نتنفس. فهمتوا اش بغيت نقول لكم؟ بحال دابا البيت ها هو دابا راه مشى احمد، بقيت غير بوحدي. يعني البيت جابوا لنا موسيا خلاوه هكاك. بعدا اول حاجه خصني نصب بعدا هذا البيت هذا ونحط فيه الحوايج. وشوفوا هذا البيت هذا هو اللي غادي يبقى ينعس فيه احمد. يعني خصني انا دابا شنو ندير؟ خصني تريق البيوت ونخوي داكشي اللي في الصالون باش نعرف راسي اش كندير. بغيت ندخلكم معايا الاحباء ولكن ما غتشوفوني. الأحبة النصيحة مني لكم، نهار اللي تبغي تجري شي ماريو فزقي الأرض عاد جريه. يعني دوزي واحد الجفاف فازق تفزق الأرض وجريه كيمشي كيجري بوحدو بلا ما تحتاجي اللي يعاونك. أتبارك الله عليا. نعم سيدي تبارك الله عليا، الله يبارك فيك. مني المعلم، مني الراجل، ومني المرأة. أتبارك الله عليا وخلاص، الله يعطيني الصحة. ايوا نتوما الاحباء بقيتو عليا، يلا ورينا حداكتك قاد دير. عرفتي اش كندير؟ غا كنخربق هاد البيت، خويت منو داك الربوج، عمرت البيت الكبير. المهم الطواليط والدوش حاشاكم، الحمام غسلته هو الاول، صيقت هنايا هاد البيت، دخلت ليه دوك الحوايج باش ان شاء الله نعرف راسي شنو كندير. حيت راه ما فهمتش هاد الروينه، ما عرفت منين نبدا. تخيلوا تنهز ونحط، تنهز ونحط. المهم خاصني عين بين الدار بعدا باش عاد نعرف راسي اش كندير. واحد كاع حد كاع خصني على الحداكه. قلت ليه زل الحوايج اللي ما بغيتيهاش خليها، واللي ما صالحاش لوحه ما عندك ما دير بالحوايج بزاف. عرفتي الحوايج اللي عنده راه خاصو شهر باش يقاد الماريو، راه زعما اش غنقول لكم؟ باز ليه والله، الله يحسن ليه العوان وصافي. هادشي اللي غنقول حبان ديولي نوريكم النتيجه، ولكن راه انا باقيه ما ساليتليهش الخدمه. المهم صايبت ليه الصالون بعدا فين يعيش، هو راه جبد دوك المكانات ديالو حطهم ديكور، عطيت له هذيك اللي كانت دايره ليه المراه ديالته. سبحان الله بحال هكا كانت الدار الاخرى، كانت الطبله هنا وكانت الصوفه تما، يعني الفوتوي كان نفس الشكل. داكشي اللي الفوق انا اللي درتو ليه قديتو. المهم غيبان لكم داكشي عامر. المهم هادشي باقا عندنا خدمه ديال نهار اخر، غادي يبانوا لكم الحوايج هادشي حتى نهار اخر، باش اللي غيتطوى في الماريو اللي غيدار غيدار. واجي نوريكم عاوتاني الدوش، ها هو راه صيقتو. الحمام الاحباء راه ضربت عليه بفركه، شوفوا كي رجعت ليه الحمام، شوفوا الارض كي ولات كتشقشق. المهم راني صيقت ليه مزيان صراحه. واللي بغيت نقول لكم راني جففت هذا البيت هذا، وهذاك الماريو اللي كان في دخل هذا الباب شوفوا فين درتو ليه. دابا النهار الجاي ان شاء الله غادي نجي باش نقاد ليه الحوايج كاملين في الماريو. هذا البيت ما غينعش فيه حاليا، ها هما الملايات ديالو وكلشي، يعني حاليا ممنوع النعاس هنا. المهم صافي بقاو لي جوج بيوت، يعني بقى لي دابا انا غير هذا البيت وهذا البيت. واجي نوريكم الكوزينه. المهم الصالون فين غادي يجلس بعدا، فين غيرتاح، ها هو التلفزيون وكلشي. دابا لكم الجفاف، عرفتي جافيل شنو دار لي؟ عمليه العينين ديالي ما بقيتش كنشوف بهم. وفي الدخله الاحباء رجعت له هذه اللي عقلتو عليها اللي كانت في البيت، درتها له هنا ودرت ليه فوقها المرايه، حتى في الدار ديالو القديمه كانت المرايه عنده في الدخله ديال الباب ياكو. ودابا هاد الكرتونات ديال الزبل حاشاكم اللي غادي نخرجهم ان شاء الله نرميهم. والمهم الكوزينه هي راه فركتها ليه المجوره، الحيوط كلشي فركتو فريك. بغيت نقول لكم غير موقتا، شوفي درت ليه المعنات هنايا كاميلات، المهم داكشي اللي غادي يحتاج. الميكرونداره ديالو جابها. وهنا الاحباء راني غسلت الفران، درت ليه فيه المقلاه ما غيبانوا لكم، ودرت له هنا واحد الكراطن ديال المعن جدادين، مسحته درت الكراطن وغسلت ليه الميكرون حتى راه دوزت عليها. صافي وهادو باقي خاوي، مازال ما جبدناش المواعن كاملين. شنو اخر؟ وهنايا الاحباء غسلت هاد المجر وستفت ليه الطباصل والكيسان ديالو هادو. وهنايا عاوتاني غسلت عاوتاني هاد الشبيكه وستفت ليه الطباصل والكيسان ديالو. راكم عارفين اني انا راه بردت غدايدي. المهم هذاك الطبسيل غيبان لكم هذاك قديم ديال جداتو، قالك ما بغاش يرمي كاع مسوخ ليه اللون قالك عزيز عليه. وهاديك الطحانه راه ما خدامهش، قلت له رميها ما بغاش يرميها، قالك لا لا الذكريات. وصفت ليه القهوه ديالتو جوج فنجانات باش يبقى يشرب قهوه في الصباح. صافي ودرت ليه هنايا المعالق وداكشي،
قالك غير ملا ما تصدعي راسك خويهم كاملين هنا ماشي شغلك. وهنايا درت ليه داك الشيء عاوتاني المعالق وهذا صافي. وهنايا درت ليه داك الشيء تاع النظافه وميكا ديال لابوبين صافي. وهنا درت له هاد العيبات. وهنايا درت ليه داك الشيء تاع الصابون والشيتا وداك التخربيق صافي. هادشي اللي كاين الاحبان صافي. وهادي عامره بالكيسان هذا ديال الكيسان تاع العصير. وقلت له بلا ما تحط هاد الكرتونه غير خليها صافي. شوفوا الكوزينه كي رجعتها يا سلام سليم. هادشي راه ماشي وسخ هادشي راه ما كيتحيدش يعني فهمتي. شويه نقول لكم ماشيه ليه الصباغه ها كيمشي شاتش شفتوه ها هادشي ما كيمشيش كاين في الكوزينه صافي. فركتها فريك شكرا. رجعت الحيوط كلشي كيشعل غير بقاو لي هاد الخوامي بغيت نحيدهم. قال لهم مول الدار عاد صبنتهم. يلا صبنتهم ودرتهم يعني قبل ما يدخل احمد مول الدار صبن هاد اللعيبات هادو. قلت له واخا هكاك غنحيدهم حتى حنا نصبنهم صافي. الكوزينه هي هادي صافي الاحبان. دابا ها نتوما راني باقا لابسه الصبيبات غادي نحيدو دابا باش نصبر ديال هاد الحاجه. ضربوا لي على الصباط عرفتي راه كلشي كيموت بالضحك على الصباط. خرجت به راه كتصب عندنا الشتا وما قدرتش نلبس البرديله ديالي حيت اصلا سبرديتي كتزلق. راني تقضيت داكشي اللي خاصني تقضيت من هاد كونسوم هادي. راه قريبه جداتي كنعطي احلى تحيه لماما هذيك البنت الريفيه اللي كتخدم فهاد كونسوم. كنعطيك تحيه وكنقول لك مواح عليك الله يحفظك ليا. مسكينه ديما صراحه كتطبقني بحال هكا كنكون زعما كدوزني في لاكيس كتخلص مني ما كتخلينيش نوقف. قالت لي راه ماما كتحماق عليك هادي اللي كتخدم هنايا بالضبط هنا فين كانت ميركادونا القديمه. عرفتي اللي داز كيموت بالضحك على الصباط. شوفوا الحاله. المهم دابا كنتسنى الطوبيس ديت شي حويجات لاحمد نصبنهم ليه في الدار. دابا نزلت القضيه ديالي ان شاء الله لما يجي الطوبيس بقات له جوج دقائق ونمشي بحالتي للدار.